إن من أعظم الحقوق عليكم بعد حق الله تعالى حق آبائكم وأجدادكم الذين حافظوا على دينهم في العهود المظلمة وتشبثوا به عقيدة وعملا وضموا عليه جوانحهم وجوارحهم وقبضوا عليه بيد من حديد في وقت كان القابض عليه كالقابض على الجمر، ثم صبروا على ذلك في المدة الطويلة والفترة العصيبة حتى أوصلوه لكم وحببوه إليكم وحملوكم عليه وغذوكم به وغرسوه في نفوسكم، فإن لهم بذلك عليكم بعد حق الأبوة العظيم حق الهداية والإرشاد والإنقاذ من النار يوم لم يبق عندكم هاد غيرهم ولا مرشد سواهم. فاعرفوا لهم حقهم واشكروا لهم فضلهم وتمثلوا قول الشاعر: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن.